اليوم رح نحكي عن فعالية ثقافية مهمة عم تحصل في الأردن، معرض عمان الدولي للكتاب، والذي جاء هذا العام تحت شعار القدس عاصمة فلسطين. ولتفاصيل أكثر منستضيف في استوديوهاتنا في عمان الأستاذ عبد السلام العطاري، مدير عام النشر والمطبوعات في وزارة الثقافة الفلسطينية. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. أستاذ عبد السلام، بدنا تحدثنا عن خصوصية مشاركة دولة فلسطين في معرض عمان الدولي للكتاب، خصوصا أنه جاء تحت شعار القدس عاصمة فلسطين. يعني من الأهمية بمكان حضور دائما فلسطين إلى معرض عمان الدولي للكتاب، وخاصة أنه جاء مباشرة بعد معرض فلسطين الدولي للكتاب الذي انتهى في السابع عشر من هذا الشهر وحقق نجاحات يعني مباشرة فكان من فلسطين إلى عمان. وبالتالي حرصنا أن نكون كالعادة وزارة الثقافة الفلسطينية في معرض عمان دولي الكتاب من خلال كجناح الرسمي لوزارة الثقافة وعرض آخر إنتاجات وإصدارات وزارة الثقافة، وخاصة المتعلقة بالموضوعات المتعلقة بالنكبة التي شرعت وزارة الثقافة بإعادة طباعتها كمورد ثقافي منذ عامين تحديدا، هو تطبيق لبرنامج الحكومة اللي هو حماية الرواية وحماية الذاكرة، وأيضا هذا الشعار الذي حملوا معرض عمان دولي الكتاب منذ العام 2016 مناسبة لأن تكون لك ثيمة دائمة لهذا المعرض هي القدس عاصمة دائمة، وأيضا هذا يكرس مفهومية العلاقة وخصوصية العلاقة بين الأردن وفلسطين. طب ما هي الرسالة من مشاركة فلسطين في معرض عمان الدولي للكتاب خاصة وفي معارض مشابهة لإلها؟ يعني العلاقة المتميزة بين الأردن وبين فلسطين سواء على الشأن الثقافي والاجتماعي وأيضا تتويجا للعلاقة السياسية التي تكرسها طبعا القيادة الفلسطينية والقيادة الأردنية، هي أيضا تتويج القاعدة الثقافية، ونحن دائما نتوجه بصوت واحد بصوت ثقافي واحد ما بين الضفة الشرقية والضفة الغربية كي تكون فلسطين حاضرة بكل معطياتها. لذلك دعيني أقول عندما يكون الحضور الفلسطيني سواء الرسمي أو غير الرسمي في معرض الكتاب من خلال الكتاب والأدباء وأيضا ما تحمل مضامين الندوات الثقافية بمعرض عمان دول الكتاب حقيقة كل التقدير والاحترام للقائمين على معرض عمان أنه فلسطين حاضرة والقدس طبعاً. حاضرة، كان هناك ندوات متخصصة لموضوعات القدس متخصصة بالشأن الفلسطيني وأيضا متخصصة بالندوات التي أثتها وشارك بها العديد من الكتاب والأدباء الفلسطينيين سواء على صعيد الأدباء والكتاب أو على صعيد الناشرين. لذلك هذه العلاقة الثقافية المتميزة نحرص دائما أن نكون دائما بحضور مميز في معرض عمان دولي الكتاب. بيكون لنا بصمة بمشاركتنا في هاي المعارض. بالتأكيد يعني دائما يعني معظم المعارض العربية نكون يعني في حضور وزارة الثقافة أو لفلسطين بشكل عام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال يعني نحرص أن الدبلوماسية الثقافية الفلسطينية هي حاضرة بكل معطياتها وكان، ولكن في الأردن هناك خصوصية يعني نرعاها نرعى أن تكون دائما متميزة بحكم العلاقة كما ذكرنا الفلسطينية الأردنية يعني هذا شيء مهم جدا، وأنا باعتقادي أيضا كان هناك حضور مميز أيضا للكتاب والأدباء من الأردن الشقيق أو من الناشرين في معرض عمان في معرض فلسطين دولي الكتاب، وأيضا هذا يساهم أيضا بنجاحات التي نسعى إليها في وزارة الثقافة في معرض فلسطين، وتعلمين تماما الظروف التي يقام بها معرض فلسطين دولي الكتاب نتيجة صعوبة الظروف الصعوبات سواء من خلال إدخال الكتب أو من خلال الحصول على تصريح الناشرين أو من خلال تقطيع الأوصال داخل الوطن الفلسطيني بشكل عام، ولكن دعيني أقول معيار التحدي هو دائما فلسطين يجب أن تكون حاضرة سواء بالوطن أو خارج الوطن. جميل. ذكرت حضور الناشرين والكتاب والأدباء الفلسطينيين، ما مدى إقبالهم بمشاركتهم في معرض عمان الدولي إن كان في المعرض أو الندوات الثقافية اللي قامت على هامش المعرض؟ يعني ما يميز معرض عمان دعيني أقول عندما نتحدث مع يعني نظرائنا في اتحاد الناشرين الأردنيين أو في وزارة الثقافة الأردنية بأن ما يميز معرض فلسطين ومعرض عمان أنه معرض واحد حقيقة. أكيد. يعني عندما تتجولين في معرض عمان دولي الكتاب تلاحظين يعني الكثير من المهتمين وليس فقط الأدباء من فلسطين المحتلة عام 48 حضور مميز، يعني بمعنى أن هناك دعيني أقول سياحة ثقافية لاحظت لم يقتصر على أدباء، كانت عائلات أطفال مدارس كانت متوجهة للمعرض. يعني هذا 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 شيء مهم جدا، يعني هذا ما يلحظه أيضا يعني إدارة معرض عمان دولي الكتاب وما يقدروه أيضا لنا يعني على سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الأهلي أو الشعبي بشكل عام بأن فلسطين هي أيضا داعمة كما هم يدعمون نجاحات معرض فلسطين دولي الكتاب، أيضا نحن نحرص أن تكون تحقيق لنجاحات معرض عمان دولي الكتاب لأن الرسالة واحدة
والتوجه واحد. وأيضا هذا من خلال ما كان هناك بالمناسبة اجتماع على هامش المعرض ما بين معالي وزير الثقافة الدكتور عطاء وسيف ومعالي وزير الثقافة الدكتور هيفاء النجار أيضا في المتحف الحياة البرلمانية. وكان هناك يعني لقاءات هي ودية وليست فقط دائما تأتي بسياقات رسمية. وهذا تشبيك وكان هو سابق أيضا لاجتماع مجلس وزراء الثقافة العرب الذي يعقد اليوم هذا اليوم في الدوحة. هو أيضا تحضير أيضا للعديد من المشاريع التي بتقبل عليها فلسطين كاعتماد مثلا الخليل كعاصمة للثقافة الإسلامية أو إلى آخره. بالتالي نحن نحرص على تنسيق الجهود على المستوى الرسمي الثقافي وعلى المستوى الشعبي على المستوى الأهلي على مستوى المنتديات الثقافية خاصة. لذلك دعيني أقول هذه العجينة المتلاصقة مع بعضها البعض هي دائما تنتج خميرة إبداعية نفخر بها فلسطين والأردن. جميل. في النهاية أستاذ عبد السلام إحنا كمان حابين نبارك لك على إطلاقك ديوانك الشعري الثالث ما ظل مني صحيح؟ صحيح. إيش تناولت فيه؟ إيش المواضيع اللي حكيت فيها؟ يعني ما ظل مني هو صادر عن الأهلية للنشر والتوزيع قبل تقريبا شهرين. وكان هناك حفل توقيع في فلسطين الماضي للكتاب وأيضا كان في الأردن. مبروك. أتناول به هو استدراج الذاكرة الحنين الرسالة التي دائما أبغي منها أن تصل يعني لموضوعات تخص الأرض تخص الإنسان تخص حكايتنا تخص. فبالتالي يعني الجانب الذي أسعى إليه دائما بأن تكون الرسالة الثقافية هي أيضا رسالة ثقافة مقاومة أيضا وثقافة الوطن وثقافة اللي هي تزرع في الأجيال وفي الأجيال ذاكرة الحية بأن فلسطين هي الخلاقة والولادة دائما التي تعطي. وعلينا دائما أن يعني أن نستنبت كل هذا الوعي فينا من أجل تكون الأجيال على وعي تام بما يتعلق بكل حكايتنا الفلسطينية. جميل أستاذ عبد السلام، موفقين إن شاء الله في المعرض وألف مبروك على ديوانك الشعري. شكرا. أستاذ عبد السلام يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا فيك.